بكم من جديد وحنتابع الآن مع مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نتعرف على الهاشتاج اللي اخترناه لليوم ومعانا مكالمة هاتفية مهمة. خلينا نتابع هاشتاجنا لليوم، هاشتاج رونالدو يرد على بنت سعودية بعد أن ذكرت له أنها حلمت أنها كتبت له عبر تويتر وقام بالرد عليها. قام فعلا النجم البرتغالي بطل فريق ريال مدريد لكرة القدم بالرد عليها قائلا: لم يعد حلما الآن. الفتاة التي تحدثت إلى رونالدو تحولت بين عشية وضحاها إلى شخصية مشهورة عبر موقع تويتر، وتلقت الكثير من التهاني والانتقادات في ذات الوقت. نذكر منها تغريدة لصحفي ليبرالي كويتي يقول فيها: كبير يا رونالدو، كبير حتى بتواضعك، 22 مليون متابع وترد، احنا بس تتابعونا 2000 واذا كلمت يصك بلوك كأن خشمه من ذهب. واخرى لأمانتياز يقول فيها متهكما: ما شاء الله عقبال الفولو. وأخيراً يقول خاثريدز محمد: يا أخي الشعب السعودي شعب أبسط الأمور تسعده، مجرد رونالدو رد على بنت فرح الشعب كله. من ناحية أخرى وأيضاً عبر موقع تويتر أثارت تغريدة لريم عبدالله تقول فيها: أيقنت أنه في مجتمعنا أكبر عدو للمرأة هي المرأة نفسها، تقبل بالتنازل عن حقوقها وترضى بالظلم والقهر وتصبح جارية إما لإرضاء ذكر أو غيرة على ذكر. ردود أفعال متباينة بين المغردين، نذكر منها تغريدة لكريمة كرم تقول فيها: تكريم المرأة يأتي من الأسرة أولاً وقبل كل شيء وبعدها المجتمع، عاملها بإنسانية لست عليها بمسيطر، هي ليست جارية هي إنسان. وأخرى لشيم العنزي يرد فيها قائلاً: المرأة ليست جارية في مجتمعنا بل ملكة في بيتها، ديننا أعز المرأة ورفع قدرها ولها مكانتها. يا أخت ريم، إيش مفهومك لحرية المرأة؟ مشاهدينا، التويتة الأخيرة عجبتني فعلاً. هو ديننا إحنا ما يزل للمرأة، بالعكس أكرمها، لكن الناس في طبع أحيانا أنها تظلم المرأة، وأحيانا الرجل بيكون قاسي على المرأة، وأحيانا الرجل بيكون داعم كبير للمرأة، إلا من رحم ربي يعني حسب الوضع. بس خليني أعلق سريعا على موضوع رونالدو. رونالدو جميل أنه كان متواضع فعلا، يعني إحنا فعلا صادق واحد من الزملاء اللي علق في تويتر أنه في أشخاص يكون عندهم 2000 والوضع صعب. يعني التواضع حلو، حلو الشخص يكون متواضع حتى لو وصل عنده ملايين، وبالعكس الواحد يتعلم من رونالدو من غيره. وحلو انه هي كان عندها، يعني شايفته هي معجبه بهذا الرياضي وبعمله وبنجاحه، ومش غلط انها تعبر بحدود الادب يعني. فليش في ناس بتستهزئ بهذا الشيء؟ مش بس المجتمع عندنا اللي لما يكون في اعجاب بشخصيه عامه بيكون هذا الشيء يعني يفرحنا، كل العالم يفرح لما يكون في شخصيات عامه زي رونالدو او غيرها بتتواصل معاهم يعني. طيب احنا مشاهدينا زي ما تابعنا التويت الخاص بريم العبد الله واللي كان فيه عليها ردود فعل جدليه كثيره، وفي بعض الاشخاص كانوا معارضين لها. طبعا حبينا انه تكون معنا الممثله ريم العبد الله في هذه المكالمه الهاتفيه حتى تشرح لنا اكثر عن هذا التويت. مساء الخير ريم. الو، مساء النور. اهلين اهلين هبه، امسي عليك ومسي على القائمين على البرنامج. شكرا لك. شكرا ريم. انا لما شفت التويت وردات الفعل الناس حبيت انه نستضيفك في البرنامج، وفريق العمل مشكور تواصل معك. في ناس كثير كانت معارضه وبتشوف انه هذا هجوم قاسي على الرجل السعودي، كيف بتردي على هذا النقد وعلى هذه التصريحات اللي قلتيها في تويتر؟ طبعا هي اول شيء في ناس معارضين وفي ناس مؤيدين. صحيح. اولا كان في نوعين من الردود. نوع كان يرفض فكره نقاش اي موضوع يخص المراه، ونوع كان يرده اصلا مو فاهم عن ايش اتكلم. صحيح، هذا فيما يخص المنتقدين. طيب ليش كانوا في ناس معارضين لاي موضوع يعني يكون فيه الحديث عن المراه؟ ليه دائما المراه تابوه كبير عندنا، يعني مع انها نص المجتمع وهي اللي تربي النصف الاخر؟ يعني ليش دائما المراه قضيه حساسه عندنا بهذا الشكل، قضيه مستفزه لبعض الاشخاص؟ أنا أقول لك، للأسف كل امرأة ترضى بالظلم وتتنازل عن حقوقها تؤثر على بقية بنات جنسها. والغريب أن أكثر المعتقدين هم العنصر الذكوري الذي هو دائما ضد أن تنال المرأة كامل حقوقها التي يكفلها لها الشرع والنظام. والغريب أكثر حين يناقش المجتمع الذكوري مشاكله على تنوعها لا تتدخل المرأة في هذا النقاش،
بينما يتدخلون في كل كبيرة وصغيرة تخص المرأة ويفرضون رأيهم بعنف. طيب ريم، قلتي إنه المرأة هي عدوة المرأة، احيانا يكون في، يعني انا احيانا أؤيد رايك انه في فعلا السيده لما زوجها يتزوج عليه فهو يتزوج مرأة، فهذه مرأة اخذت الزوجه من زوجها الاول فرضا. المرأة احيانا تحارب المرأة في عملها وتحاربها في امور كثيره، لكن انت قلتي انه المرأة عدوة المرأة، ما تحسي انه ممكن يكون في هذا نوع من كمان الظلم على المرأة لما نتهمها بهذا الاتهام؟ ما هو رايك؟ اشرحي لنا اكثر وجهه نظرك. لا طبعا، ولكن انا زي ما قلت لك يعني في امرأة ترضى بالظلم هذا، عشان كذا أنا غرت من هذا الباب، فهمت علي؟ وللأسف يعني المرأة الآن أصبحت أكثر وعي. صحيح. لكن وعيها بدون نظام يحميها غير مجدي. مثل المطلقات، لو كان هناك قانون يفرض على الرجل دفع نفقة تعادل نسبة من راتبه شهرية للمرأة، هذا قد يساهم في الإقلال من نسبة الطلاق ويكون رادع المستهترين في الزواج والطلاق أيضا. يحفظ المرأة حقوقها قانونيا بمبلغ حتى لو كان قليل في مواجهة مصاعب الحياة. ريم، احيانا بعض السيدات اللي تكلمتي عنهم انه هم احيانا لما بيسكتوا عن حقهم فعلا بيساعدوا انه الظلم يصير ليهم ولغيرهم، بس في بعض السيدات ظروفهم لا تسمح لهم انه يطالبوا بحقوقهم، لو مثلا طلبت الطلاق لانه هذا رجل غير سوي اللي هي متزوجته، واهلها احيانا ما يقبلوها عندهم في البيت، اولادها مين يصرف عليهم؟ يعني في بعض السيدات ظروفهم، مو كل السيدات عندهم فرصه زيك او زيي او زي الشخصيات العامه انها تحصل يعني صوتها مسموع انها تطالب بحقوقها. فما هو رايك يعني في السيدات المقموعات اللي ظروفهم يعني تخلي وضعهم صعب انهم يطالبوا بحقوقهم؟ لازم يا اختي بها يكون في نظام يحمي حقوق المرأة، يحمي حقوق المرأة كاملة، هذا هو رأيي. المهم إنه المرأة لما يكون هذا النظام موجود كمان يعني تستخدم هذا النظام اللي هو لمصلحتها. كونك ممثلة سعودية وشخصية عامة ومعروفة يعني وعندك دور، أنت عارفة إنه طبعا الدراما، الإعلام، البرامج، الأعمال الفنية كلها تقدر تغير الصورة النمطية عن المرأة من خلال الأدوار اللي يعني بتقوم فيها الممثلة، وتحديدا لما تكون ممثلة سعودية زيك وناجحة زيك. هل برأيك المرأة السعودية ما زالت تظلم في الحياة اليومية وفعلا الرجل بيظلمها بزيادة، ولا لا الأمور في تحسن أكثر؟ المرأة الآن أصبحت أكثر وعيا، ولكن وعيها بدون نظام يحميها هذا زي ما قلت لك يعني غير مجدي. غير كذا، اولا انا لست كاتبه ولا منتجه عشان اتحكم في نوع الدراما المطروحه، ولكن قضايا المراه كثيره نوقشت في الدراما، وانا من ضمن الفنانات اللي قمت بادوار كثيره تخص ظلم المراه. طيب كونك ممثلة وصوتك مسموع ريم، ما هي الأعمال اللي تطالب الدراما أو المنتجين أو المخرجين أنهم يهتموا فيها ويركزوا يسلطوا الضوء عليها تحديدا بما يخص المرأة السعودية؟ يعني في سيدات سعوديات حصلوا على حقوقهم كرموا، وفي سيدات لا، فما هي الأعمال اللي تقترحي من وجهة نظرك أنه يكون في تسليط عليها في الدراما أكثر تحديدا بما يخص المرأة السعودية؟ طبعا يناقش أمور وقضايا المطلقات، الأرامل، الوظائف، لأنه تعرف يعني كل مرأة في بلدنا تعاني من هذا الموضوع. ريم، أنا بشكر مشاركتك معنا، شكرا لتلبيتك الدعوة ونتمنى لك كل التوفيق. مشاهدينا الآن حننتقل إلى مواقع سيدتي دوت نت على الفيسبوك وتويتر وأبرز ما جاء بها، نتابع. فنزويلية تتوج ملكة جمال العالم لعام 2013. لقى خبر تتويج جابرييلا أسلر الفنزويلية ملكة جمال الكون لهذا العام الكثير من الآراء المتضاربة، فاختلف جمهور سيدتي دوت نت في آرائهم حول استحقاقها لللقب. يذكر أن المسابقة جرت في العاصمة الروسية موسكو، ووصلت جابرييلا البالغة من العمر 25 عاما إلى المرحلة النهائية مع ملكتي جمال إسبانيا والإكوادور، إذ اختيرت الأولى وصيفة أولى والثانية وصيفة ثانية. الصور الأولى لزفاف الممثلة جمانة مراد نشرت في تويتر سيدتي دوت نت،
العديد من الصور التي تجمع العروسين بأصدقائهما والأهل، حيث تألقت الممثلة السورية بفستان أبيض زينته بحزام أحمر وتسريحة بسيطة، وأقيمت حفلة عقد القران بفيلا مراد الخاصة الواقعة في منطقة العريش المصرية، وذلك قبل أن يقيم العروسان حفلة زفاف ضخمة تضم الفنانين والأصدقاء. مشاهدينا طبعاً بنبارك للفنانة جمانة مراد على زواجها، وإن شاء الله عقبال العزابية لكل اللي متزوجين الله يهنيهم، واللي لسه ما يعني لقيوا الشريك المناسب الله يبعث لهم العريس المناسب ويسعدهم دائماً. سيدتي مستمر بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. في سيدتي بعد الفاصل، أسوأ 10 جوازات سفر في العالم.